السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم، معكم أخوكم حجر مرة أخرى في فيديو جديد. الفيديو هذا أصدقائي سوف نحاول شرح طريقة الهيد شوت في فري فاير. ثم ناس برشا ناس عندهم مشكلة أنه حتى إذا كان هاتف جديد أو هاتف حسيته جيدة، لكن تبقى ديما عنده مشكلة في الهيد شوت. ثم أسرار معينة ثم ناس تحبش تقول لكم عليها. صحيح ثم برشا طرق موجودة على اليوتيوب، لكن فيها هذه تنجح معك فيها ما تنجح معك، لكن هذه الطريقة مع جميع الأوقات ما شاء الله. وهما ثم ناس حتى إذا عنده طريقة الهيد شوت ما يعطيها لك، معك ما يقول لكش السر نتاع الطريقة. وفي بعض الأحيان تمشي للبحث، تمشي لليوتيوب وتبحث تبحث تبحث لكن لا جدوى، وتجرب جميع الطرق لكن لا ينفع معك. يعني كل هذه الطرق احنا سوف نعطيك أسرار معينة نجم تعاونك برشا في الهيد شوت. اول شيء اصدقائي تنسوش تك اللايك اول شيء قبل ما نبدا في الشرح، واذا مش مشترك تشترك معنا. ويلا نبدا بالفيديو. في ناس يعني جسم الاعدادات مثلا الشوتجان، نبدا بالشوتجان يعمل يعني بارامتر نتاعو الاعداد نتاعو، يعني يحط الامكنه اللي تساعده. اذا يعني اي مكان يساعدك حط فيه امام مشكله. لكن ثم السر معين، مثلا انت اذا تحب تجيب هيد شوت تحاول ترفع الايم من فوق. يعني مثلا انا حاب اجيب هيد شوت ما يجيب، يعني شوف ارفع الايم يجيب ساعات، يعني في بعض الحالات يجيب، بس في بعض الاحيان يجيب، في بعض الاحيان لا، في بعض الاحيان يجيب في بعض الاحيان لا. عفوا بالنسبه للتومسون مثلا لازم ترفع اقصى ما يمكن، نفس الشيء في بعض الاحيان ينفع في بعض الاحيان لا، او الاغلبيه ما ينفع. مثلا الديجل نسر الصحراء كيف كيف تحاول ترفع لا ينفع. شو نعمل، شو الطريقه اللي نعملها؟ مثلا نبدا بالشوتجان. انت عندك الايم، هذا الايم في تشوفه كيم عندي انا في المكان تشوفه على الشاشه، انت تريد تحوله وغيره مكانه انت وراحتك. مثلا انا مقابلني شخص مثلا نحب نجيبه هيك، نحاول اني ننزل الاي من اسفل ونرفع في نفس الوقت. شفتوا الطريقه، نحاول اني ننزل ونرفع. هي صحيح ان الطريقه ساعات الاغلب انها تضيع الضربات الطلقات، لكن اذا جد يعني اذا ضربت العدو راح تضربه في راسه هيك. يعني ننزل وننزل لحظات، ننزل لا مش هكذا، ننزل نثبت في مكاننا، ننزل ونطلع فوق، ننزل ونطلع فوق. شفتوا ننزل ليه ونطلع فوق. لكن اذا جت يعني اذا جت الطلقه جت في العدو راح تجي في راسه. شوفوا هكذا ونطلع نروح نقرب البحرية نرجيك على هيك. هذا الشبكة لازم بسرعة هكذا. هكذا لازم نطلع هذا الطمسون، يعني إذا بسرعة بسرعة تفوت عليها تجيب هيك بطريقة جنونية. هكذا طريقة أصدقائي هي باش تساعد ناس يعني برشا، إنها خير أحسن إنك تضغط تحاول تصعد الإيم فوق إنه يطلع. وإن شاء الله استفدتم من هذا الشرح. إذا أعجبكم هذا الشرح لا تنسوا تعليق أو شيء. اللي يعرف الطريقة أو يعني يستعمل فيها أوكي، اللي ما يعرف الطريقة أنا نشرت الفيديو حتى يستفاد اللي ما يعرف الطريقة والناس يعني الجد في اللعبة حتى يستفادوا منها. إن شاء الله أعجبكم الفيديو أصدقائي، تنسوش الدعم تاعنا ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات أخرى. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.